ثواني دلوقتي نشوف مع بعض قاعدة اف على الدينامو وباستخدام البايثون. هاجي هنا اقول له بايثون، طيب هقول له واتش على اساس نشوف الناتج هيطلع ازاي. تمام، طيب ادخله هنا نمبر بالشكل دوت واقول له انا محتاج مثلا حد 5 مثلا. طيب انا عايز اقول له بقى ان القيمه اللي هتيجي هنا اللي هي عن النمبر الانتجر دوت 0 حط في اكس. تمام، اقول له بقى اف لو الاكس بتساوي 1 وتاب واقول له ايه اوت هيساوي، نكتب كلمه اكس بتساوي 1. طيب لو else if else if الاكس بتساوي 2 out capital هتساوي اكس بتساوي 2 وهكذا. في الاخر تقول له إلس لو مفيش ولا شرط من دول اتحقق الاوتبوت ممكن نخليه بتساوي 0 او اي حاجه انت عايزها. تمام، طيب خلينا نعمل ران هتلاقي الاكس بتساوي 1. طب لو غيرناه وخليناه 2 هتلاقي الاكس بتساوي 2. طب لو خليناه 3 هيديك 0 او اذر او حاجه زي ما انت عايز. طيب خلينا نعمل مثال اخر ادفانسد شويه، ان انا هقول له انا عايز بوينت وادي له الاكس والواي والزد وكل اللي احنا عايزينه. تمام، يبقى كده الانبوت 0 دوت بقى بوينت. تمام، ودي بتتحكم في الزد، يعني بص كده هو كده بيتحكم في الزد. وممكن نعمل واحد تاني للاكس والواي مفيش مشكله. طيب انا عايز ابدا اعرف بقى ايه البوينت ديت هي اللي تاخد القيم دي. بوينت البوينت هي تاخد القيم دي. طيب هقول له بقى اف، خلينا نشوف الكلام ده كله. لو البوينت دوت زد بتساوي 1 اقول له اوت كابيتال هتساوي زد بتساوي 1. على سبيل المثال طبعا انت ممكن تكتب اي حاجة، يعني else if لو البوينت لو الزد بتساوي 2 اطبع انها بتساوي 2 else. طيب لو مش كده الاوت هتساوي اذر. طيب خلينا نشغل ران، قال لي اذر. طيب خلينا نخلي الزد بواحد، الزد بيساوي واحد، طب الزد باتنين، الزد باتنين وهكذا. يعني ممكن تخلي مثلا الزد اكس واي زد اكس واي زد هيجيب لك الاكس واي زد. فده بيخليك تعمل اكتر من اقتراح، يعني تقول له لو الراجل عمل كذا اعمل لي كذا، لو دخل لي كلمه كذا اعمل لي كذا. على سبيل المثال ممكن تقول له لما يغير في العمود غير لي في القعده، لما يغير في الحائط غير في كذا وهكذا. تربط العناصر ببعض بحيث انها تتغير لو حد غير حاجه.